طالما استمرت الحرب واستمر الصراع، الكثير من الأمراض والأوبئة ستكون في ازدياد وفي انتشار مستمر. ما ذكرتموه في التقرير عن جائحة جديدة بوباء الكوليرا، حتما هو شيء يعني وارد، حيث الإحصائيات التي نستقبلها يوميا تشير إلى أنه في هناك ازدياد كبير في عدد الحالات المصابة بالإسهالات المائية الحادة، الكوليرا، والعديد من الأمراض، مرض الدفتيريا، مرض الحصبة، شلل الأطفال، الشلل الرخو الحاد، كثير من الأمراض يعني مرشحة للازدياد والانتشار. على سبيل المثال، هنا في محافظة تعز أكثر من ثمان حالة وفيات بالإسهالات المائية الحادة، والكثير من العدد كبير من الإصابات والحالات المشتبهة. تأتي مديرية التعزية ومديرية القاهرة على رأس هذه المديريات في محافظة تعز. طيب، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين هي الأكثر تعرضا لهذا الوباء، هل هناك يعني تعمد من هذه الميليشيات للتقصير في سلامة الناس، أم لأنه ميليشيات انقلابية عاجزة، بسبب أنه ميليشيات انقلابية عاجزة عن توفير ذلك للسكان؟ الوضع الاقتصادي المتردي نتيجة الحروب والصراعات المستمرة في اليمن منذ أكثر من 5 سنوات، أدت إلى تدهور في جميع النواحي الحياة.